المعهد الوطني لأمراض الكبد والفيروسات يخلد بالعاصمة نواكشوط اليوم العالمي من أجل مواجهة التهابات الكبد، ويأتي تخليد هذا اليوم في موريتانيا على غرار دول العالم في ظرف تزايد فيه الحديث عن نسب مقلقة من الإصابة بالمرض بين السكان في موريتانيا. وكانت وزارة الصحة الموريتانية قد أفادت في مناسبة مماثلة السنة الماضية أن المرض يشهد ارتفاعا مقلقا، مستندة في ذلك على نتائج فحوص المتبرعين بالدم والنساء الحوامل. وترى وزارة الصحة الموريتانية أن التهاب الكبد الفيروسي يشكل تحديا كبيرا للصحة العمومية، خاصة التهاب الكبد من الفئة باء. وفي العام 2014 أفادت إحصائية تقديرية أن نسبة الإصابة بالمرض بين السكان تتراوح ما بين 10 إلى 20%. وتقول وزارة الصحة أنها اعتمدت حزمة إجراءات للحد من المرض. عمل قطاعنا على إدخال التلقيح ضد فيروس الكبد الوبائي باء في البرنامج الوطني الموسع للتلقيح، كما تكفلت وزارة الصحة بتوفير أدوية التهابات الكبد المزمنة مجانا منذ العام 2011، مما خفض من المضاعفات المرضية للأشخاص المصابين، وتم إنشاء المعهد الوطني للكبد والفيروسات. ويقول القائمون على المجال الصحي في موريتانيا أنه تم اعتماد مخطط لتلقيح كافة العاملين في المجال الصحي خلال السنتين الماضيتين. وفي ذات الإطار قام المعهد الموريتاني لأمراض الكبد والفيروسات بتنظيم يوم تحسيسي لصالح القابلات والعاملين في مجال الصحة، بالإضافة إلى تقديم نصائح عامة للجميع. الناس يلا تتعرف عن اللي قالوا التهاب الكبد به، لأنه أحسن علاج هو علاج الوقائي. العلاج الوقائي هو الطرق كامله اللي ينتقل عن طريقها المرض يتحشاها حد. واحد الوفاء الجنسي، واحد على شي كامل اللي يعملوه اهل الصحه والرياض وعود معقد، والاخر من اللي الحوائج الشخصيه يتم عملها للشخص الراسه. ويقول ممثل منظمة الصحة العالمية بنواكشوط أنه يمكن تفادي النسب المقلقة لهذا المرض في موريتانيا بتعزيز الرقابة على الأمراض في المؤسسات الصحية وتحسين الوصول إلى الماء الصالح للشرب والأغذية السليمة والنظافة والصرف الصحي الملائم. ويقتل مرض الكبد ما يقارب 1.5 مليون شخص سنويا، أغلبهم في إفريقيا بحسب منظمة الصحة العالمية. ويرى مراقبون أنه رغم الجهود المبذولة بهذا الصدد إلا أن الدور التوعوي بشأن خطورة هذا المرض تكاد تكون معدومة.